من جديد يحذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من تهديد وجودي للمؤسسة الأممية بعد بلوغها المرحلة القصوى من إجراءات التقشف، معربا عن قلقه من عدم قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين بفعل النقص المزمن في التمويل. تصريحات رفضتها اللجان الشعبية للاجئين، مؤكدة أنها قد تكون مقدمة لمزيد من التقليصات على صعيد الخدمات المختلفة. هذه التصريحات هي بداية لهذه لتقليصات شديدة في الوكالة، وبالتالي مقدمة لانهيارها فعلا، وهو ما تسعى إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي. الفصائل الفلسطينية جددت رفضها أي مساس بعمل الأونروا باعتبارها شاهدا على قضية اللجوء، مؤكدة أن تصريحات لازاريني تعد نذير خطر يستدعي تدخلا عاجلا من العالم لإنقاذ الأونروا واستمرار خدماتها وفق التفويض الأممي الممنوح لها. أي مساس بالأونروا هو مرفوض جملة وتفصيلا. نحن نحافظ على الأونروا ووجودها لخدمة مجتمع اللاجئين إلى أن يتحقق قرار 194 بممارسة اللاجئين حقهم بالعودة إلى الديار التي هجروا منها. برامج الصحة والتعليم والمساعدات الغذائية والتشغيل والدعم النفسي ستكون أكثر ما يتأثر بالأزمة المالية ما لم يتم ضمان توفير دعم مستدام للأونروا. هناك هجمات منسقة ضد الأونروا ومرتبة تماما. العجز أصبح مركبا، لا يمكن على الإطلاق الاستمرار بهذه الطريقة. هذا تهديد وجودي للأونروا ولعمليات الأونروا. يجب تغيير طريقة تمويل الأونروا، وإلا فإن الخدمات فعلا مهددة. أزمات الأونروا المتلاحقة وتخفيض موازنتها بشكل متكرر لا شك في أنها تزيد من معاناة اللاجئين، وتكشف في المقابل عن وجود مساع لاستهداف عمل المؤسسة الأممية لما تمثله من رمزية لقضية اللجوء الفلسطيني. أحمد غانم، غزة، الميادين.